الفنانة هنا رامي والفنان بسام رجب، شفناكم مع بعض في تجربة سينمائية وهي فيلم كريستال. هل في مشروعات فنية ثنائية جديدة؟ والله احنا بعد فيلم كريستال عملنا مسرحية للأطفال كان اسمها بسمة سلام، واشتركنا فيها يعني الأعمال التربية دي بقى. وإن شاء الله قريب قوي هنقدم مسلسل للأطفال على شاشة ARD اسمه جزيرة الأحلام. طب ليه اخترتوا الأطفال بداية للتعامل الفني بينكم؟ والله الواحد بيحب الأطفال كده كده، وتحس إن أنت مسؤولة عنهم أو عايزاهم حاجة كبيرة أوي، فتحس إن أنت لازم تقدمي لهم فن، تقدمي لهم معلومة، تقدمي لهم يعني هو الطفل على فكره انا بعتقد ان الناس اللي بيشتغل الطفل بيحس ان الطفل، يعني انا فعلا لما اشتغل الطفل ومثلا في العرض اللي كنا عاملينه مع بعض بتاع مسلسل سلام ده كنت حاسس ان عيل، يعني ايه كده بواقع عيل طبعا، بس بحس انه فعلا عيل، يعني نفسي اسعد الطفل ده، لان انا بعتقد ان الطفل ده مهم جدا 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 انه يكون سعيد، يكون مبسوط، يحقق ذاته من خلال الشاشه اللي بيتفرج عليها، من خلال البرامج اللي بتقدم له، من خلال المسلسلات، من خلال الافلام. فالطفل انا بعتقد ان لازم يكون الطفل من صغره طالع بيتفرج على حاجات كويسه، بثقافته بتزداد، وجهاز التلفزيون ده من اخطر الاجهزه اللي بتؤثر على الطفل نفسه. فانا بعتقد ان الواحد بيحاول ان هو يعمل حاجه لذيذه للطفل يسعد. الفنانه علا رامي فنانه الباليه، ما فكرتيش تقدمي برنامج يهتم برشاقه المراه الست العامله او ست البيت؟ يا ريت، يعني انا اتمنى اعمل زي ده، بحيث ان ستات البيوت يعني اللي قاعده في البيت ما بتشتغلش بيبقى الحمل كتير قوي عليها، بانها بترتب البيت وبتطبخ وبتراعي الاطفال وكده يعني، فلازم جدا مع كل ده لازم قوي تهتم برشاقتها هي، رشاقة الحركة بتاعتها تبقى خفيفة. ف يا ريت اقدم لهم حاجة من خلال دراستي البالي، اقدر يعني اهون عليهم، لان يعني مثلا زي الشريط اللي كانت عملته جين فاندا الفنانة الجميلة بتاعتنا، كان قد ايه حلو ان انت يعني يا ريت يبقى فيه المصري بتاعه، بحس ان كل الستات اللي قاعدة تبتدي تتحرك، تفك العضلات هي نفسها، وهي بتعمل ده من هي بتتفرج على ده هتحس بنشاط. فاذا الرشاقة بتجدد نشاط، بتخلي فيه حيوية، نشاط ذهني كمان يعني جنسي، الاعضاء اللي انت بتعمليها يعني، وتجددي نشاطك بان انت يعني 5 دقائق كده تفك العضلات يبقى حلو. الصبح لا، في اي وقت، مش لازم الصبح بس، يعني في اي وقت ممكن. هي اهم حاجه التنظيم، هي لو كل واحده فينا منظمه هتبص تلاقي الحياه كلها ماشيه كويسه جدا، ورشاقة عندها بقى شيء اساسي، زي ما بتصحى من النوم تدخل تعمل كوبايه شاي، ممكن قبل كوبايه الشاي تكون بتجري شويه في مكانها، او راحت تعمل كوبايه الشاي شربتها وقعدت نقوم بقى اشد حيلي كده شويه عشان ابدا الحياه وابقى مقبله عليها. الفنان بسام رجب كنت بطل اسكندريه في الجودو. مظبوط؟ وفي الباليه كمان. انا بس كنت بعمل حاجه اسمها مش بحيره الجرع، بعمل حاجه اسمها بحيره الجرع عشان الاجسام الجميله. طب حضرتك ازاي نشجع الشباب على لعب رياضه الجودو اللي هي اصلا رياضه للدفاع عن النفس؟ حضرتك حاجه، انا في رايي ان اي رياضه
يعني انا يمكن اول المدرسه كنت كان في فريق الجودو جنب فريق التمثيل، ف وكنت حاسس ان دايما تختوخه كده وبتاع، فكان نفسي العب رياضه. بس لقيت ايه يعني اما سالت الاستاذ بتاع الرياضه قال لي انت بقى بص انت بتلعب جودو ليه؟ عشان انا جسمي بس مش هلعب باسكت، فقال لي لا العب جودو. فاضطريت العب جودو، وطبعا اي حد كنت بمسكه عارف ايه، عشان كده كنت بطل اسكندريه.